الأضحية في يوم غد مستحبة لكل أحد يوم غد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، هذه الأيام الثلاثة تستحب فيها الأضحية عن كل شخص قريبا كان أو بعيدا، حيا كان أو ميتا، رجلا كان أو امرأة. إن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله جاءت إلى رسول الله فقالت: يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، ما عندي مال، فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وآله: استقرضي قرض، خذي قرضا وأضحي بالأضحية، فإنه دين مقضي، هذا الدين لا يدعه الله، يقضيه الله، ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها. الرواية الأخيرة: إنه دخل صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة في يوم أضحى صلوات الله وسلامه عليها، فقال: يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك، أما إن أول قطرة تقطر من دمها كفارة لكل ذنب، أما إنه يؤتى بلحمها وعظمها وصوفها وكل شيء منها حتى توضع في ميزانك يوم القيامة وتضعف لك 70 ضعفا، الدينار الواحد 70 دينارا عند الله. فسمع ذلك المقداد فقال: بأبي أنت وأمي، هذا شيء خص به آل محمد أو عام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل للمسلمين عام، يعني أن هذا الثواب العظيم المذكور في هذه الرواية لكل أحد أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين في هذا اليوم.